ازيكم؟ معاكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن اكسسوارات السلاسل بقى وفواشي نعمه الله النهارده، تمام؟ فيلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. ماشي، مبدئيا كده هي الاكسسوارات دي اصلا ليها لازمه؟ يعني ليها لازمه في الحياه؟ ليه نصرف فلوسنا على الاكسسوارات؟ طيب انا هقول لك حاجه، انا بالنسبه لي الاكسسوارات دي هي اللمسه او التفاصيل الصغيره اللي بتحلي اللبس. يعني انت ممكن تكون لابسه طقم عادي خالص ويتحط عليه عقدة الطقم ايه ينطق، وممكن تكون انت لابسه طقم جميل تلبسي عليه عقد مش لايق عليه، تحسي ان مش قادر ينطق خالص. فهو اللي هي بالنسبه لي اكسسوارات كده. طبعا انا ماما لو شفت الفيديو ده تقول لي انت انسانه تافهه، عشان ماما اكتر واحده بتكره الاكسسوارات في العالم. يعني بتلاقيني جايبه عقد تقول لي اصل انت فلوسك كتير، انت فلوسك كتير، تقعد تعمل لي كده. فانا يا ماما يعني لو انت ضغطك يعني ضغطك عالي او اي حاجه بعد الشر يعني اقفل الفيديو، ما تتفرجيش على الفيديو ده، تمام؟ طيب انا دلوقتي بتكلم في نقطه، ليه بقى الاكسسوارات مهمه بالنسبه لي؟ ان كل اكسسوار او كل سلسله بتدل على صاحبتها. يعني انت مثلا هتلاقي المعلمين الستات الجدعان اللي بيبقوا في السوق دول لابسين السلسله بتبقى لازقه في الرقبه كده وعين كبيره وغوايش كتيره هنا وخواتم كتيره كبيره وحلقان كبيره، فدي بتدل ان هي شخصيتها بقى ايه، معلمه جدعه كده، ماشي؟ ولما بلاقي مثلا بنت لابسه سلسله صغننه فراشه بقى وقلب وخاتم صغنن مش عارفه، بعرف ان البنت دي رقيقه خالص يعني ما تستحملش زعيقه. ولو انا مثلا لقيت بنات لابسين مثلا جرانزير كتير بالذات لون فضي، بحس ان البنات دي بقى ايه اللي هي شديده، ما بحبش المواسه خالص، بنات كده فاهمين فاهمين. ومثلا لو لقيت واحده لابسه سلسله فيها الوان كتير بعرف ان البنت دي ايه، مبهجه كده، بتحب البهجه، مش تكديه خالص والكلام ده. فكل واحده بتلبس اللي يليق عليها وشخصيتها، الموضوع ده خلصان. فتعالوا اوريكم الاكسسوارات بتاعتي وتعرفي شخصيتي من خلالها، وربنا يستر ربنا يستر. طيب مبدئيا كده انا هتكلم من الجديد للقديم، يعني هقول لكم انا دلوقتي ذوقي ايه وزمان كان ذوقي ايه، تمام؟ انا حاليا بحب الاكسسوارات اللي لونها جولد على الاخر، يعني اي حاجه ذهبي تلاقيني عيني كده ايه، يعني حتى لما اجي ادور على اكسسوارات عشان اشتريها بشتري اللون الذهبي دلوقتي حاليا. طيب ما تورينا كده، احنا هنقعد نرغي وخلاص، تعالوا نشوف مع بعض بقى. بصوا انا جبت السلسله دي بقالها شهر، ماشي؟ بحبها قوي اهي، دي بقى بالنسبه لي يعني انا بحب دي قوي، بحب اللي هي السلسله دي قوي. ما هي ليها اسم بس انا نسياه. بصوا هي اساسا يعني السلسله دي يعني هي ليها ذكريات معايا، ماشي؟ ان انا بابايا لما كان بيجي يلبس سلاسل فضه او حاجه، واهل بابايا برضو بيلبسوا النقشه دي، فانا لما باجي اشتري لما اشتريت دي افتكرت بابايا الله يرحمه، يعني افتكرت اللي هو السلاسل اللي كان بيلبسها الفضه وكده ايام بقى ما كان صغير بقى. كان بيلبس يعني من صوره، يعني انا كنت اشوف صوره زمان كنت بلاقيه لابسها، فغصب عني بلاقي نفسي بشتريها، ماشي؟ بس هي اصلا طالعه موضه، بس انا بمشيش على الموضه قوي، يعني انا بشوف الحاجه اللي بتدل على شخصيتي او الحاجه اللي انا هبقى فرحانه بيها حتى لو حاجه قديمه قوي، يعني مش فارق معايا الموضه، يعني مش كل حاجه في الموضه هنقلدها. بعد كده بقى طبعا اشتريت دي، بصوا اهي هي، بص يعني هي نفس دي بالظبط بس على رفيع والعين صغننه شويه، تمام؟ اهي الاتنين دول زي بعض بس دي تخينه ودي رفيعه، الاثنين عيوب، تمام؟ ودي كمان دي برضو عيون عيون عيون. ولو انا بحب العيون مؤخرا فده لا يعني اطلاقا ان انا بخاف من الحسد، لا يعني اطلاقا ان انا بخاف من الحسد، يعني صدفة، هي صدفة. واشتريت دي برضو قريب قوي، دي اسمها اسهم اعتقد، عجبتني قوي وبرضو معمولة هاند ميد. طيب دي الحاجات اللي انا اشتريتها قريب بقالها مثلا شهر او شهر ونص، لا بقالها شهرين، ماشي؟
وجربتهم وبصراحة مغيروش لونه ولا أي حاجة. طب ليه يا سارة؟ طب أنا هتكلم معاكم في الموضوع ده بقى. بصوا الأول كنت يعني أنا الأول خالص كنت بحب ألبس الحاجات الفضي، السلاسل الفضي كنت بلبسها واشتريها وكده. بعد كده السلسلة أنا لما بجيب حاجة مرتبطة بيها قوي يعني ما بحبهاش تبوظ، ما بحبهاش تتقطع، بخاف عليها، فغصب عني ألاقي السلسلة لونها غير، يعني السلسلة لونها فضي فجأة لها لونها أسود وعلمت على الرقبة كده علامات وبتاع. فأنا مش فاهمة، حتى لو أنا جايباها من محل غالي بتاع اللي بتاع يعني محلات الهدوم البراندات الغالية بيبيعوا سلاسل، فأنا كنت ساعات ممكن أجيب سلسلة أو حاجة وممكن أكون دافعة فيها تمن بس برضه بتبوظ. فبعد كده بقى اكتشفت إن هي كده كده هتبوظ، عشان هي أصلا هي كده يعني مجرد اكسسوار، يعني تلبسيه مرة اتنين وخلاص، طبعا عايزاه يقعد معايا سنين. فقعدت بقى افكر افكر قلت اعمل ايه يا سارة، اعمل ايه يا سارة. انا لقيت الحل بقى في الفضي. لو انت بتحب الاكسسوارات الفضي، لو انت بتحب الاكسسوارات الفضي زي دي كده، ده برضه دي بتاعتي، هاتيها استانلس او فضة. هتجيبيها ايه؟ هتجيبيها استانلس او فضة. الاستانلس ده ما بيغيرش لون خالص، وبيبقى الراجل قايل لك، وبتبقى سعرها على فكره مش غالي، يعني دي كانت بحدود 60 جنيه، ماشي، وقاعده معايا بقالها سنين يعني. وفضه طبعا مش هغير لونه، ولو غير لونه شويه بتعملي ملح ليمون كده، كربوناته قصدي، كربوناته كده وبيلمع تاني. طيب يا صور احنا عرفنا الحل في الفضي الذهبي بقى. طيب بالنسبه بقى للسلاسل الذهبي، برضو كان مشكلة معايا ان انا بشتري السلاسل الذهبي وبرضو بتبوظ مني ولونها بيسود بقى، تحس ان هو لونها مصدي كده برضو وبتبوظ. ف لقيت حل يعني، سرشت وكده عرفت حل، يعني كان حل كويس بس مش الحل النهائي. وهو ايه بقى؟ واللي احنا نجيب طلاء الاظافر اللي هو الشفاف ده، ماشي، وبندهن بيه السلسلة قبل ما نلبسها وهي لسه جديدة زي كده. طبعا بيبقى في مشكله معايا ان هي بتبقى ناشفه شويه، يعني تحس ان السلسله بصوا واقفه كده شويه، غير كده لونها برده مع مرور الوقت بيسود. طبعا السلاسل دي انا كنت جايبه واحده ب 10 جنيه، اللي هي مش غاليه بس كنت بحب شكلهم، بس هي واحده ب 10 جنيه يعني فمش مشكله. فمعنى كده ان الحل ده، معنى كده ان الحل ده حل مؤقت، يعني مهما حصل اكيد انت مش اكيد بقى، وانت مش خارجه كل شويه تدهني نفسك يعني، يعني ده مش هنوصل للمرحله دي، مش كل شويه بقى وانت خارجه لابسه السلسله الاكسسوار بتاعتك كل شويه تدهني نفسك، تدهني نفسك بالمنكير اكيد لا. ففي وقت هتسود. فانا بعدت ان انا بقيت دلوقتي اسال الراجل هي دي اكسسوارات هيتغير لونها، يقول لي اه بس ما ترشيش مش عارف ايه، طب خلاص انا مش جايباها خالص. طب الحل بقى كان في ايه؟ الحل ان انا اشتري زي السلاسل كده، زي دي بقى ذهب صيني او مطليه ذهب، هما بيبقى مكتوب كده، مكتوب عليها مطلية ذهب وبتبقى اسمها بلاتين حاجة كده، يعني مش فاكرة الاسم او بس هي الاغلب ذهب صيني. من دي دي برضو ما بتغيرش لون عشان هي فكرة الذهب الصيني برضو. طيب انت تعرفيها منين؟ بتلاقيها خفيفة خالص، يعني تحس ان هي ايه خفيفة خالص كده، وبيبقى باين عليها، يعني بيبقى باين على لو هي هتغير لونها تحس ان هي ايه، يعني بصوا دي تقيله، دي تقيله كده ماشي، غير كده بتعمل صوت، بصوا بتعمل صوت ده تعرفي ان هي هتغير اللون، ماشي. دلوقتي انا قلت لكم بحافظ على لونها ازاي، والحل النهائي ان انت تجيبي دهب صيني او استانلس او فضه على حسب بقى ايه انت بتحبي انهي لون. طيب يا ساره انت بتشيلهم ازاي؟ ما بصوا يا جماعه انا حطيت السلاسل هنا قدامي 5 دقايق على الكوس عشان اوريها لكم، السلاسل مسكت في بعضها، يعني انا عماله اشبك ورا الفيديو يعني حاجه متعبه. طب بصوا انا لقيت حل كان حلو قوي وانا بعمله على طول، انا على فكره صورته لكم قبل كده بس بقول لكم تاني. شايفين ده؟ دي كده بتتلزق بالضغط على المرايه، ممكن تجيبي مرايه المرايه وتقومي لازقاها كده اهو، وبتعلقي العقود بقى كلها كده، بيبقى شكلها حلو، والعقود طبعا مش بتمسك في بعضها. غير كده عارفين انتوا اللي هي الحاجات اللي استرسي بتتعلق على البيبان، برضه انا معلقها على التسريحه ومعلقها بقى العقود التقيله، لان دي ما تمسكش عقود تقيله، تقع ما تستحملهاش، دي تستحمل السلاسل الرفيعه بس، لكن العقود التقيله انا بعلقها في الحديده دي فمش هتقع، هي كده كده ماسكه في الخشب فمش بتقع. وفي واحده تانية برضه اشتريتها لسه جديده لونها اسود كده برضه، هوريها لكم كل حاجه هوريها لكم هنا.
فبقى بتستحمل العقود التقيلة. طيب هي فين العقود التقيلة دي اصلا؟ انت ما وريتنيش يعني العقود التقيلة، انت عمال توريني سلاسل كده رفيعة وبتاع. بصوا طبعا شايفين، مش انا بقول لكم عمالة 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 افك اهو، استنى بقى افكهولك وارجع لكم تاني. العقد ده انا لسه شارياه بقالي 3 شهور 4 شهور. ده انا كنت شارياه من كارينا اوتلت، اتكلمت في كارينا على كارينا اوتلت قبل كده، برضه هحط لكم اللينك علشان اللي مشافهوش يشوفه. ده كنت جايبه من كارينا في حدود 35 جنيه ماشي. عجبني قوي الفصوص الزرقاء دي، وهي عباره عن فصوص من هنا، عجبني بلبسه على تيشرت ابيض ساده، بيبقى شكله تحفه وجميل على الاخر. بصوا بيبقى شكله جميل قوي ماشي. طيب ورينا عقود تانية ماشي، هوريكم. هتلاحظوا ان كل الحاجات لونها ذهبي، عشان انا قلت لكم دي برضو العقد ده انا بحبه قوي. بصوا غير لون شويه هنا مع اني دهنته، بس غير لون بس يعني ايه، الحته اللي غيرت لون بتبقى تحت لياقه القميص فمش بتبان قوي، ودي اللي بتبان برضو بحبه قوي. وده ده بقى انا لسه ما لبستوش خالص، بس هو عاجبني. ده انا كنت كسباه في كيس بوزو، اللي هو اسمه اللي كان بيكسب هدايا ده بزياده، كنت كسباه بجد، كنت كسباه هناك بجد اهو، بس لسه ما لبستهوش. دي اكسسواراتي دلوقتي اللي انا بلبسها على الهدوم، وده كمان بقى انا بحبه قوي. ده بقى كنت ماشيه في الشارع وعجبني قوي، بس شايفين انتوا الفضي ده، ده ما كانش فضي، ده كان جلد لونه رمادي، وبعد كده الجلد قعد يشقق كده ويبوظ. فالمهم انا بحب اصلا الحته دي كلها، فكنت في الحسين فشفت الناس هناك بيبيعوا اكسسوارات بقى، اللي هي اساسا الحاجات الخام اللي بتعمل اكسسوارات كده، فلقيت السلاسل دي بتتباع بالمتر. فالمهم ان انا اشتريتهم ولزقتهم بالشمع، هو لونهم فضي برضو، والحمد لله لحد دلوقتي ايه انا بحب العود ده قوي، وبقاله كتير قوي بقى معايا، يعني انا عملت له اعاده تدوير عشان البسه تاني. طيب دلوقتي بقى انا هوريكم الخواتم بتاعتي، يلا بينا. دي الخواتم بتاعتي اهي، تعالى بقى ايه نشوفها مع بعض. شايفينها اهي ماشي. عندي مثلا بصوا بقى، انا حاليا بلبس خواتم فضه، ما عنديش غير دول بس بحبهم قوي. يعني يعني مش لازم تجيبيهم مره واحده، ممكن تحوشي وتجيبي واحد في واحد، وهو بيبقى مش غالي قوي. وكذلك برضو الذهبي، ممكن تجيبي ذهب صيني او ذهب حقيقي، ممكن تحوشي كده حاجه في حاجه تتجابي، يعني مش لازم يعني تخشي تخلصي المحل وتشتري الفاترينه كلها مره واحده. يعني انا زمان بقى او من فتره قليله كنت بحب قوي الخواتم دي اللي هي الخواتم اللي هي بتاعت الحسين. يعني بصوا معايا كام واحد، بصوا بقى هطلع كده، معايا ده ومعايا ده ومعايا ده ومعايا بقى الصغنون ده بحبه قوي اهو، كل دول معايا، كل دول انا كنت جايبهم من الحسين اصلا. يعني ده كله جايباه من الحسين، انا بحب الحسين قوي، بروح الحسين كتير، فكنت بقعد ارقي الخواتم دي ماشي. لا بس ده كان جاي لي هديه من اسوان، من اسوان ذات نفسها. طيب اه ده بقى عايزه احكي، ده بص بقى ده ليه حكايه معايا قوي. تعالي نتكلم في الحكايات عشان بس تعرفوا ان ربنا يعني ربنا بيبقى حنين علينا حتى في حاجات بسيطه قوي، حاجات لا تخطر على بال. بصوا الخاتم اهو، تعالى بقى احكي لكم القصه بتاعته. اقسم بالله انا بقوله ده حقيقي. من 3 سنين اعتقد، او من سنتين ونص، من فتره يعني مش عارفه قوي عجبني عقد. المهم ان انا اشتريت العقد ده كان ليه خاتم، انا ما كانش معايا فلوس اشتري الخاتم، وكنت زعلانه قوي ان انا ايه عايزه بقى اطقم بقى عقد مع خاتم وبتاع، ان انا اتفشخر على الناس وبتاع، بس ايه ما كانش معايا فلوس، ما كفتش خالص ان انا اجيب الخاتم ده، ما كنتش عامله حسابي اصلا انا اشتري حاجه. المهم بعد كده روحت قلت مش مشكله بقى، ابقى ايه هبقى اروح للمحل ده اجيب الخاتم بتاعه. المهم ان انا ما روحتش اشتري المحل بعيد عني. بعدها باسبوع بالظبط حصل ايه، قريبة جوزي جابت لي جزمة هدية. ركزوا في اللي جاي. المهم قلت لها شكرا وكده وخدت الجزمة وخلاص. المهم عارفين انتوا مش بيبقوا المحلات حاشين الجزم ورق، مش بيبقوا حاشينها ورق عشان الجزمة تتفرد، فانا بشيل الورق بقى عشان ارميه. فبعد كده وانا اقسم بالله ما بهزر،
بشيل الورقة كده. فالمهم لقيت حاجة مكعتلة، لقيت حاجة مكعتلة في الورقة، يعني مش ورق كده هرميه في الزبالة، لقيت حاجة مكعتلة. قعدت اشوف اللي متكعتل، لقيت الخاتم ده، اقسم بالله ما بهزر. طبعا انت طبعا مش مصدقه. المهم رحت انا نزلت على طول، فبقول لهم ايه هو ايه الخاتم ده؟ خاتم العقد، خاتم العقد، يعني بصوا خاتم العقد ولا مش خاتم العقد؟ ده خاتم العقد. المهم انا استغربت قوي وقلت ايه ده، ويعني ايه، حتى اخت جوزي ساعتها قالت لي يمكن هي قصدت تحط لك الخاتم ده، وهيش عرفها اصلا ان انا عايزه الخاتم ده، يعني إيه؟ هي اصلا مش ساكنه معانا ولا بتشوفني اصلا، مش معنى يعني. قعدت كده ساكته، عندي حاله يعني، انا لحد دلوقتي مثلا بفتكر بقول سبحان الله يا رب العالمين، يعني انا حاجه كنت عايزاها وما كانش معايا فلوس اجيبها، الاقيها بالمنظر ده. استغربت ساعتها، استغربت قوي. بس هذه قصة الختم بتاعي، قصة غريبة بس حلوة. عندي بقى الخواتم دي، فاكرين الخواتم دي بتاعت زمان اللي هي لونها اسود كده؟ استنى هفكركم بيها، هنفتكرها مع بعض. اللي هي ايه؟ قال يعني عاملة حنة، قال يعني عاملة حنة، اللي يشوفها من بعيد، اللي يشوفها من بعيد يقول عاملة حنة. بس طبعا دلوقتي انا ما بلبسهاش، يعني انا دلوقتي ما بلبسش خاتم كتير. بس هي دي حاجتي كلها، هي دي حاجتي كلها. وانا اعتقد انا كلمتكم على ذوقي دلوقتي وذوقي زمان. ذوقي زمان ده بقى نسيت احكي لكم عنه. ذوقي زمان بقى كان ايه؟ كنت بحب الحاجات الكروشيه، كنت بعملها بايدي وبلبسها. كنت بحب العقود الكبيره قوي اللي هي بقى ايه، الوان وكده. كنت بقعد ادور عليها، ادور على صورها على النت وانزلها علشان ادور عليها في المحلات. كان ذوقي دلوقتي بقى يعني زي ما انا وريت لكم كده، عيون عيون عيون، كل العالم عيون. فبصوا اللي هو ايه، يعني ذوقنا بيتغير، ذوقنا بيتغير، وكل حاجه بتتغير والله. دوام الحال ما لا محال زي ما بيقولوا. طيب انا كده خلصت الفيديو بتاعي. طيب ودي خواتمي اللي انا بحبها قوي. في سؤال قبل كده بيتسأل لي من اصحابي من الناس وكده، انت ليه بتلبسي الخاتم في الصباع الصغير ده؟ بصوا ما عش عارفه، انا حاولت البسه هنا في الصباع ده بس ما بحبش البسه. غير كده كمان سمعت الشيوخ ان هم بيقولوا ان دي اللي احنا بن في التحيات يعني بن يعني نستشهد بيه، فانا ما بحبش البس فيه. بس في يوم والله العظيم ده اللي حصل، في يوم انا ايه قلت راجع على نفسي كده والبس، يعني ايه يعني عادي بقى، يعني هلبسه بقى وخلاص. فكنت لابسه مش مرتاحه وحاسه ان انا عامله حاجه غلط. فالمهم ايه، لبسته. ايه اللي حصل بقى؟ مش هتصدقوا ده، كنت راكبه ميكروباص، لقيت كنت بدفع الاجره، كنت بدفع الاجره عادي واقول له واحد يا اسطى. لقيت ست قاعده جنبي بتقول لي يا بنتي انت لابسه الخاتم في الصباع ده ليه؟ يا بنتي اقلعي، انت بتستشهدي بالصباع ده، حرام تلبسي فيه. بصيت كده قلعته في ثانيه، ما فكرتش ساعتها، قلعته في ثانيه ما فكرتش ساعتها. وما برتاحش في، يعني اللي يلبس حر، بس انا ما برتاحش البس خواتم في الصباعين دول، ما بحبش، بحب البس في الثلاثه دول. مين زي بقى؟ بس كده. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك، ولو عجبك تابعيني في الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.